We're taking heavy casualties. We're taking losses. Every day might be our last. We have extremely limited. السلام عليكم واهلا بكم معنا فيديوهات حصريه جديده، وهنتكلم يعني عن اشياء مهمه جدا. اول حاجه لحظه اسقاط الطائره البيرقدار والاعور في ازوفستال، وكيف تسللت ازوف الى امريكا، واخبار مفرحه من السعوديه ومصر، واخبار الجزائر والمغرب والعراق، وتعليقاتكم ويعني التعليق على تعليقاتكم في الفيديوهات السابقة، وأيضا السؤال اللي احنا متعودين نسأله آخر الحلقة، وهنشوف هنذيع السؤال ده ولا انتوا هتقولوا الإجابات بتاعتكم. إجابات جميلة جدا هنشوف في آخر الفيديو. قدامنا دلوقتي يعني الرادار الروسي يبحث عن طائرات البلقدار في الأجواء زي ما انتوا شايفين. جبنا لكم لحظة إسقاط الطائرة البيرقدار، وطبعا هو صوته مزعج جدا، احنا ما يعني وطيت الصوت وبوصف الوضع. هو بيدور وبعد كده يعني هيلاقي في الشاشة طائرة بيرقدار، هيحطها في المربع الليزر، وهنشوف يعني تفاصيل اسقاط الطائرة البيرقدار لحظة بلحظة كما ترون. احنا يعني بنجيب كل جديد وكل شيء يعني غير موجود في القنوات هتلاقيه عندنا، وهنتكلم براحتنا زي ما انتم طلبتوا. فزي ما بقول لكم كده يعني هذا هو صوت وصورة، والصورة لا تكذب ولا تتجمل. هذه اسقاط الطائرة بالإقدار زي كما ترون امامكم، ويعني هتشوفوا دلوقتي الطائرة اسقطت في الارض، وهيجيبوها يجيبوا تفاصيلها بعد ما اتهشمت واتدغدغت، هيجيبوها قدامكم دلوقتي. حتى السيريال نمبر بتاع الطائرة هيجيبوه وهتشوفوا كل حاجة. هذه هي لحظة تاريخية، يعني من الصعب كمان تسجيلها، لأن يعني أجهزة عالية الدقة جدا اللي قدرت تلتقط صورة الطائرة في الأجواء. يعني الطائرة بالإقدار دي حاجة صغيرة جدا، ويعني جابوها روسيا، كانوا يتغنون بالإقدار بالإقدار، أصبحت الطائرة بالإقدار مجرد طائرة ورقية كما ترون. الصورة لا تكذب ولا تتجمل. يعني استكملوا ب يعني رؤية الطائرة البيرقدار. الفيديو الثاني الأعور في أزوف ستال، يبدو انه ضابط مخابرات كبير بيقول لك نحن ننتظر الموت في كل لحظة. انا لا اترجم بس بوصف ماذا يقول، احنا بننتظر الموت في كل لحظة، واحنا محاصرين والوضع صعب جدا والظروف صعبة جدا كما يتحدث امامكم، والترجمة موجودة. ويعني بيشكو الظروف، وفيهم يعني ناس من المصابين توفوا بدون يعني ما يعني مش لاقيين علاج، ورفضوا انهم يطلعوا وهم مصابين، ويقول انه حدث يعني يقال انه حدث انشقاق في مصنع ازوفستال، البعض عايز يخرج، فالنازيين او يعني ضربوهم بالنار، ويعني الامور صعبة جدا في مصنع ازوفستال كما يروي بنفسه. هذا هو ضابط مخابرات كبير جدا يحكي ما يحدث في ازوفستال. يعني ربما هذا هو صيد سمين كبير بالنسبة للمخابرات الروسية، لذلك لا تريد قتل من في أزوفستال، تريد إخراجهم أحياء. الفيديو الثالث الرجوع للعصر الحطب. في بداية الحرب روسيا يعني قالت أو قالت إن لو يعني لو استمرت الحرب والعقوبات على روسيا قد نعود إلى عصر الحطب. عصر الحطب زي ما انتم شايفين قدامكم دلوقتي، يعني اهو رجعوا للكانون بتاع زمان. الكانون احنا يعني انا مصري صعيدي اصلا، فهذا ده يسمى الكانون في مصر، معرفش في الدول العربية والدول الاخرى ليه اسم تاني ولا ايه. هو عبارة عن طوب كده محطوط وعليه يعني حديدة، وبيولعوا فيه الخشب ويطهو عليه الطعام كما ترون. فرجعنا لعصر الحطب، وروسيا قالت هنرجعكم للعصر الستاشر اللي هو ما قبل الحداثة، يعني زي ما انتم شايفين
رجعنا ويبدو في الصورة كمان جنود أوكرانيين موجودين في الصورة. طب ايه، انا عايز اسكت كده واسيب لكم الفيديو تسمعوا صوته دقيقة واحدة عشان تتأكدوا ان الفيديو ده من أوكرانيا. Веселое время препровождения. Дальше гуманитарку, там мука надо. Это вы рубаете деревья рядом или нет? Нет, мы вообще еще не рубали не деревья. Рубаем, это мы вот бережем свои деревья. Попадом, что там вот мины по это. Да, это окна. А, это вы окна разбираете? Ну вот это... Нет, стол маленький. Мебель побитая, блин, окна. А так окна деревянные у кого ну, есть. Ну блин, этот, думали, хоть этот будет за... Бади, мы шофна лсоту сура. رجوع الأوكرانيين إلى يعني استخدام الكانون أو عصر الحطب. هنشوف دلوقتي فيديو استعداد الطائرة سو 35 ورحلة من بداية الرحلة إلى نهايتها في دقائق معدودة. طبعا قدامنا إيه، طائرة سو 35 روسية يتم تجهيزها لطلعات جوية في أوكرانيا. وكما ترون يعني أمامكم الصورة لا تكذب ولا تتجمل، وقدامنا أهو بيجهزوها بيحطوا لها الأسلحة وهتبدأ الطائرة تنطلق في الهواء كما ترون. يعني إحنا بنجيب فيديوهاتنا بالصوت والصورة وبنوصف الوضع بطريقتنا بأسلوبنا بالعامية العادية بتاعتنا. وعلى فكرة كل الناس اللي دخلت القناة دخلت لقيتني أنا بشرح بالعامية، فده اسلوبنا ودي طريقتنا، والافلام العربيه كلها كانت بالعاميه المصريه. فهذه هي طائره روسيه يعني تحلق في الاجواء الاوكرانيه. وكما ترون رحله الطائره سو 35. طيب عشان الفيديو طويل هنقسمه على اتنين، لكن هقول السؤال في نهايه الفيديو وبعدين هبدأ الجزء الثاني. أنا سألت سؤالين قبل كده، هسأل السؤال الثالث. السؤال الثالث بيقول: لو أنت غير متزوج من أي دولة عربية تريد أن تتزوج؟ يعني لو أنت من مصر أو من العراق أو مش شرط عربية، أي دولة في العالم، يعني أنت إيه يعني شايف أحسن زوجة من أي دولة؟ ونفس السؤال للسيدات، أنت شايفة أحسن زوج من أي دولة؟ كل واحد بيعجبه يعني اسلوب دولة او دول اخرى دولة اخرى. انا يعني في شبابي كنت في العراق وكنت جئت ان اتزوج من العراق من قرادة مريم في بغداد. فهنا يعني كل واحد بتعجبه شخصيات معينة. اسأل السؤال وهنشوف الاجابات في نهاية الفيديو. اشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد.